اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا ننعي لجماهير الكره في العالم كله الحقيقه، كل محب كره القدم ومحب الرياضه، رحيل الاسطوره ديجو ارماندو مارادونا رحمه الله. ديجو ارماندو مارادونا هو ظاهره بالتاكيد. ظاهره كرويه وظاهره شخصيه في شخصه. اولا 60 سنه ده مات صغير، ده دليل انه كان عامل في نفسه عمايل ما حدش حاسس بيها. ايوه موهبه يعني قلما يجود الزمان بمثلها. وانا مش من النوع اللي يقعد ومين الافضل، بيليه ولا مارادونا ولا ميسي ولا رونالدو ولا رونالدينهو. بمعيار المهاره ربما رونالدينهو ده يكون الساحر، بمعيار الاخلاق والقدوه والقيمه الكرويه ربما بيليه يتصدر المشهد، بمعيار الانجازات مش محدش قرب لا من ميسي ولا من رونالدو. لعيبه كتير جدا وزين الدين زيدان و و و و ودي ستيفانو، وانا كنت من عشاق دي ستيفانو. لكن يبقى الاكثر جدلا طول عمره منذ نشاته من اول يوم هو مارادونا. لعيب قوه بدنيه هائله، مهاره هائله، تاثير فردي صحيح على فريق صحيح. يعني رغم انه لاعب فردي جدا الا ان تاثيره جماعه على فريقه كان عجيب. عمل انجازات مع المنتخب لكن ما عملش انجازات على المستوى الشخصي في حاجه ثانيه. وبعدين في الاخر ما تبقاش هو فاهم هو عايز ايه، بيعمل ايه، هو بيمرن ولا عايش بي ار في يعني هو بينه وبين نفسه كان حاله انسانيه عايزه دراسه جامده جدا. رحمه الله على ديجو ارماندو مارادونا، واحد من اللي امتع عشاق كره القدم في كل مكان.